سايز A و B. عندنا page 5 صفحة 5 يقول complete the table، أكمل الجدول. طبعا الجدول هو شنو؟ هو عبارة عن فعل مجرد نحوله إلى ماضي، فعل مجرد نحول هذا الفعل مجرد إلى زمن الماضي. احنا من بداية السنة ذكر أن وصيتكم أنه قلنا يوميا نحفظ فعل بالقائمة اللي دزيت لكم إياها سابقا اللي هي موجودة في بداية الملزمة، قائمة بالأفعال الشاذة، وذكرنا أنه يوميا نحفظ لنا فعل أو تصاريف الأفعال الشاذة. هنا إذا تلاحظون أنه أول عمود، هذا العمود الأول هو عبارة عن أفعال قياسية، يعني كيفية تحويلها للماضي يكون بإضافة إيدي فقط، يكون فقط بإضافة إيدي. فتلاحظون أنه مثلا listen صارت listened إضافة إيدي، learn كالتالي learned، stay stayed، look looked، help helped، hear heard، knock knocked، shout shouted. كلها أفعال قياسية، من نحولها إلى ماضي قاعدة واحدة، كلها إضافة إيدي، كلها إضافة إيدي. العمود الثاني والثالث لا، أفعال شاذة، هذه تعتبر أفعال شاذة. فنشوف أنه كلمة سي صارت سو، حتى نحول إلى ماضي تصير سو، الميك تصير ميت، الجوت تصير ويند، التيك تصير توك، جيت أب تصير جوت أب، الآم والإيز تصير ووز، الآر تصير وير، الدو والدوز الماضي مالتها ديد، الهاف والهاز الماضي مالتها هاد، الثرو تصير ثرو بس الأو تتحول إلى إي، الفول نفس الحالة، الأي تتحول إلى إي، الفول تصير فيل، الران تصير ران، درايف دروف، كم كين، بوت تبقى نفسه، الريد تبقى نفسه، الكت تبقى نفسه، السيت تصير سات، السيت تصير سات. يعني صراحة بالمنهج الجديد الأفعال هذه يمكن نصها ما موجودة، يعني بالمنهج الجديد عدد الأفعال وهذا التمرين كان يعني كان قلل من عدد الأفعال، فنحن ما نريد نقلل، خصوصا بهذا التمرين ما نريد نقلل، بالعكس نريد نزيد. فالأفعال هذه كلها تضبطوها، كل هاي الأفعال تضبطوها، سواء اللي ضبطيها من زمان أوكي، اللي ما ضبطها ضبطها من هسه، أضبط الأفعال كيفية تحويل الفعل من المضارع إلى الماضي، ضروري جدا جدا، ضروري جدا جدا نعرف شلون نحول الفعل من مضارع إلى ماضي. زين، هذا التمرين مثل ما قلنا، التمرين طبعا هو عبارة عن تمرينين A و B صفحة 5 page 5. التمرين اللي بعده عندنا exercise C، تمرين C page 6 صفحة 6، يذكر يقول read and complete this paragraph. اللي عنده كتاب النشاط ممكن يفتحه يطلع صفحة 6 راح يشوف، يقول لك read and complete this paragraph، أتكم قطعة paragraph شلون الإنشاء، قطعة about Richard، القطعة هي تتكلم عن Richard. يقول use the verbs in brackets، عندنا مجموعة من الأفعال بين قوسين، use the verbs in brackets in the past simple or past continuous، نستخدمها لك إما تستخدمها في زمن الماضي بسيط past simple or ماضي مستمر اللي هو past continuous. أنا هنا مباشرة أنطيتكم الحل، مباشرة أنطيتكم الحل، يعني هذا التمرين وبهاي الطريقة شلون يجي؟ يجي على شكل ايش؟ يجي على شكل يعني جمل، ممكن يعني الماضي البسيط والماضي المستمر يجيب لكم على شكل جمل. حتى انا انطيتكم شرحنا الموضوع، انطيتكم يعني كيفية الامثلة الامتحانية وكيف يجي بالامتحان، فما يعني بالامتحان صعب او ما يجيب لك باراجراف ويقول لك حول الفعل الى ماضي بسيط او ماضي مستمر، لا يجيب لك جمل وهاي الجمل تكون واضحة، يعني يقول لك هنا اسوي ماضي بسيط past simple او يقول لك past continuous، فهاي المسألة تكون واضحة، فما يجيك بهاي الطريقة. ولهذا السبب أصلا يعني ما ذكرت التمرين كاملا، ما ذكرت التمرين كاملا. زين، التمرين اللي بعده، التمرين اللي بعده عندنا تمرين D exercise D page 6 and 7، يعني هو التمرين ينقسم بين 6 و 7، بين صفحتي 6 و 7. تمرين جدا مهم، هذا التمرين جدا مهم، هذا يسمى طبعا يسمى بالإسقاطات، يسمى يعني الطلاب أكثر الطلاب يعرفون هذا المصطلح، يسمونه إسقاطات. يعني شنو إسقاطات؟ يعني عندك مجموعة من الكلمات هاي اللي بين قوسين، المفروض نسقطها أو ننزلها بالفراغات اللي بالجمل الموجودة. الصفات اللي طبعا المنطوق السؤال يقول use، استخدم suitable adjective، استخدم صفة مناسبة suitable يعني مناسبة to complete لإكمال the following sentences، لإكمال الجمل التالية.
الصفات عندكم فانتاستيك رائع، عندكم هوربل عكسها تقريبا، هوربل يعني مرعب او شيء مخيف سيء جدا، ديليشس لذيذ، بورينج ممل، بيوتيفول جميل، تيربل سيء جدا او رهيب، لوفلي جميل ايضا تجي معنا جميل او شيء حلو، لوفلي محبب. فهنا طبعا هذا التمرين يجيكم، طبعا هو يجيكم وين بالأسئلة؟ يجيكم عادة بالسؤال الثالث، ترتيب الأسئلة يجيكم بالسؤال الثالث. الفكرة مالته يعتمد على المعنى فقط، يعني لا قواعد ولا شيء أبد، يعتمد فقط على المعنى. فراح نشوف مثلا الجملة الأولى، يقول my brother أخي cooked dinner طبخ العشاء، cooked طبخ dinner العشاء last night الليلة الماضية and it was فراغ، وكان الطعام فراغ. طبعا هنا الصفة المناسبة مع الأكل dinner، لأنه عندنا عشاء dinner، هو أكيد لازم استخدم كلمة delicious، والطعام كان لذيذا، dinner was delicious، كان الطعام لذيذ delicious. اثنين، I saw a فراغ accident، لقد رأيت فراغ حادث، accident حادث، accident حادث. On my way to school، في طريقي إلى المدرسة، في طريقي إلى المدرسة. فهنا بما أنه عندي كلمة حادث، حادث يعني طريقي بالمدرسة وصارت يعني صارت حفت حادث معين، فهنا راح استخدم كلمة terrible، يعني حادث رهيب أو حادث سيء جدا، حادث سيارة أو حادث شيء معين، terrible استخدم معها كلمة terrible مع كلمة accident. ثلاثة، the Arabian horse الحصان العربي، the Arabian horse اللي هو الحصان العربي is a فراغ animal، هو حيوان أكيد راح استخدم كلمة beautiful، هو حيوان جميل، حيوان جميل. أربعة، جاسم does not like football، هو لا يحب كرة القدم، جاسم ما يحب كرة القدم. he thinks هو يظن it is، هو يظن أنها، فالصفة المناسبة هي كلمة boring، هو يظن بأنها مباراة مملة أو لعبة مملة، it is boring، it is boring. خمسة، هدى saw، هدى رأت a فراغ dress، رأت فستانا، كلمة dress فستان، هذا الفستان شنو الصفة اللي تناسبه؟ in the shop، in a shop window، في أو في شباك المحل، يعني من خلال الشباك شافتك فستان. She wants to buy it، هي تريد أن تشتريه. الفستان راح استخدم معه كلمة lovely، لأنه فستان جميل، فستان حلو، ولهذا السبب she wants to buy it، ولهذا هي تريد أن تشتريه. She wants to buy it، هي تريد أن تشتريه. ستة، in some countries، في بعض البلدان، in في some بعض countries بلدان، young children الأطفال الصغار have to work all day، يجب أن يعملوا طوال النهار، يجب أن يعملوا have to work، يجب أن يعملوا all day طول النهار. I think أنا أظن that's فراغ، أنا أظن أن هذا الشيء يعتبر horrible، يعني في شيء سيء جدا، يعني جدا قاسي، this is horrible، يعني أنه الطفل يشتغل طول النهار فهذا الأمر جدا سيء. سبعة، a cheetah اللي هو الفهد can run، يستطيع أن يركض at more than 110 kilometers an hour، يستطيع أن يركض بسرعة أو أكثر من 110 كيلومتر بالساعة. That's وهذا الشيء، that's يعني هذا الشيء، that's fantastic وهذا الشيء يعني رائع مدهش، fantastic إنه سرعته أكثر من 110 كيلومتر بالساعة. هذا التمرين مهم جدا، للي يعني إذا عندك كتاب النشاط يمك أو الملزمة خلي عليه إشارة إنه هذا التمرين مهم، أو هذا يعني جدا مهم، يعني خصوصا بامتحان الوحدة الأولى مثلا من راح تمتحنون بالمدارس غالبا راح يجيكم منه شيء، غالبا راح يجيكم من عنده هذا التمرين في شيء معين. السؤال الاكسرسايز اي بيج 7 صفحة 7، يقول read اقرأ and complete the sentences، واكمل الجمل with words from the box، مع كلمات من الصندوق اللي هي الكلمات، كلمة mine yours hers ours theirs. طبعا هاي الكلمات هي كلها عبارة عن ايش؟ عبارة عن ضمائر تملك،
ضمائر تملك، كلها ضمائر تملك، كلها ضمائر تملك. وقلنا الشيء اللي يميز ضمائر التملك هي دائما أو عادة تستخدم في نهاية الجملة، فتلاحظون حتى الفراغات كلها في نهاية الجملة. يعني هسا زين، هاي مو نهاية الجملة، لا هاي نهاية الجملة، هاي نهاية الجملة، لأنه بعد هذا الفراغ المفروض أكو نقطة، يعني أكو نقطة هنا. وهنا أيضا نهاية الجملة باعتبار أنه أكو فارزة، أيضا تعتبر من ضمن، يعني مو نهاية نهاية بس تعتبر أيضا من نهاية الجملة. فنجي على الجمل، فهنا لازم تتذكرون الجدول، الماين تبع منو؟ الماين تبع I، اليورز تبع يو، والهرز تبع المثنى، يعني المفرد المؤنث، عفوا مو مثنى، المؤنث، المفرد المؤنث، يعني مثلا سارة، مريم، ملاك، رحمة، أي اسم بنت. الأورز لما نتكلم عن نفسنا، وي نحن، أورز. والذيرز لما نتكلم عن مجموعة من الأشخاص وأنا ما معهم، يعني مجموعة أشخاص غائبين نقول عليهم theirs، اللي هو they، they صير theirs. فنجي هسه على الجمل، يقول سميرة lost her watch yesterday، سميرة خسرت أو ضيعت ساعتها البارحة، lost ضيعت، watch yesterday ضيعت ساعتها البارحة. I think، أنا أظن، this is فراغ، أظن بأنه هذه الساعة، this is هذه الساعة ملكها. فأنا جاي يتكلم عن سميرة، فشنو الضمير المناسب مع سميرة؟ أكيد راح يكون الجواب هو كلمة hers، أكيد راح يكون hers. زين، اثنين، بلال هنا جاي يصيحه، بلال I think، أنا أظن، this book is فراغ، you left it in my house، تركته في منزلي. يقول له أنا أظن بأنه هذا الكتاب مال، يعني مال منه، you left it، ترجع كمل الجملة، يقول له أنت تركته in my house، أنت تركته في منزلي. هنا إذا تلاحظون استخدم أنت، you، فلازم استخدم yours، yours. بلال I think this book is yours، أنا أظن بأنه هذا الكتاب ملكك، you left it in my house، لقد تركته في منزلي. ثلاثة، we took نحن أخذنا that ball to the beach، أخذنا الكرة إلى الشاطئ، أخذنا معنا كرة ball to the beach إلى الشاطئ. It is، إنها فراغ، إنها فراغ، يعني الكرة مال من، وهنا استخدموا وي، فأكيد الكرة راح تكون ours، الكرة مالتنا. but ولكن those boys، ولكن أولئك الأولاد، those boys أولئك الأولاد think، يظنون it is boys، أتكلم boys، يظنون بأنها theirs، يظنون بأن هاي الكرة ملكهم، مع العلم هي مالتنا نحن جبناها. ف those boys think it is theirs. آخر شيء يقول حلا doesn't have a radio، حلا ما عندها راديو، ما عند هذا مسجل الراديو. so ولذلك I lent her، ولذلك أنا أقرضتها أو أنا انطيتها، I lent her، أكيد راح أستخدم كلمة mine، I lent her mine، أقرضتها لمالتي، يعني أقرضتها الراديو مالتي، I lent her mine، my radio، my radio. فهذا أيضا مهم، أيضا يعتبر مهم، ممكن يجيك شكل سؤال بالقواعد أو بالإملاء، قواعد يجيك على شكل اختيارات مثل ما هذا التمرين، وبالإملاء أجيب لك مثلا الآي صارت ماين، الآي صارت ماين، فأقول لك الذي شو تصير، فالذي تقول تصير theirs، أو أقول لك اليو شو تصير، تقول yours، الوي ours، وهكذا. فإما تجي على شكل إملاء أو تجي على شكل قواعد، هذا التمرين. زين، هذا التمرين اللي الآخر، هذا التمرين شنو؟ هذا مثل ما تشوفون هذا يعتمد على الإملاء، spelling، إملاء. يقول fill in، املأ the missing letters، املأ الأحرف الناقصة، شكو حرف ناقص تكمله، in these words، في هذه الكلمات. أتكمل الكلمة الأولى هي طبعا كلمة lovely، فتلاحظون النقص بيها بيها حرف الأو حرف الإي. كلمة delicious أيضا بيها نقص حرفين، حرف الإي وحرف الآي. كلمة terrible ناقصة حرفي الآر، الدبل آر. fantastic مثل ما تشوفون حرف الاي،
حرف الاي مره ثانيه وحرف الاي. البورينج ناقصه اي، الهوربل ايضا ناقصه دبل ار. فاذا المطلوب من عندكم بهذا السؤال شنو؟ انه هاي الكلمات السته لازم تعرفون الاملاء مالتها، تعرف شلون تكتبها حتى خاف يجيك بالامتحان من عندها، تعرف شنو هو الحرف الناقص. فلازم تعرفون الاملاء الصحيح مال هاي الكلمات، ضروري جدا يعني، بحيث بحرف ما تخطئون، بحرف يكون ما تخطئون به، لانه هذا سؤال الاملاء الحرف يحاسبك، بالانشاء بالقواعد ما يحاسبك على الحرف. يعني اذا تخطا بكلمه ما اعرف شنو بيها مجال، يعني تخطا بالاملاء مال كلمه بيها مجال بالانشاء، بس بالاملاء لا، اذا اخطات بحرف يحاسبك قبل يخلي لك اي خطا، لانه هو هو الامتحان مالتك والاختبار بسؤال الاملاء هو اختبارك على الاملاء، فلازم تضبطون الاملاء بهاي الكلمات، يعني الحرف تضبطوها زين. هنا شنو عندكم من منطوق السؤال؟ طبعا اكسرسايز اي بيج 12 صفحه 12، put these words، ضع هذه الكلمات in order بالترتيب الصحيح، to make، لنكون correct sentences، لتكون جملا صحيحه. يعني عندكم الجمله الاولى هاي رقم واحد والجمله الثانيه بيها ترتيب الكلمات خطا، فانت لازم ترتبها ترتيب صحيح حسب يعني حسب معنى الجمله وحسب القواعد وحسب كل شيء. اول فقره تنتبه عليها بهاي يعني بهاي السؤال، لما يكون يعني من يعطيك الجمله يقول لك رتبها ترتيب صحيح، تشوف انه الجمله هل بيها نقطه او علامه استفهام، اي هم فقره نقطه او علامه استفهام، لانه اذا ابتدات بنقطه معناته الجمله مثبته، فمعناته راح تبدا بفاعل سواء اسم او ضمير، راح تبدا بفاعل. اما اذا بدات اما اذا كان بعلامه استفهام فمعناها راح تبدا الجمله بفعل مساعد. واذا كان عندك من ادوات الاستفهام مثل الوات والوير والواي ما اعرف شنو، فمعناها راح تبدا بهاي الكلمات، فيخلوها ببالكم. اذا كانت جمله اذا كان عندك النقطه فمعناها راح تبدا بفاعل سواء اسم او ضمير، واذا كان عندك علامه استفهام معناها راح تبدا بفعل مساعد او اداه استفهام ان وجدت، اداه استفهام ان وجدت. فتشوف الكلمات الجمله الاولى يقول ريتشارد thought that was football match boring. طبعا الترتيب خاطئ 100%. فبما ان الجمله مثبته فراح ابدا بريتشارد اللي هو الفاعل. بعدها لازم استخدم فعل، فمن الفعل بالجمله اللي هو thought. thought. بعد الثوت استخدم مفعول به اللي هو the football match، مباراة كرة القدم. ثم الصفة was boring. was boring. فيصير ترتيب الجملة صحيح. Richard thought the football match was boring. يقول ريتشارد يظن بأن مباراة كرة القدم كانت مملة. كانت مملة. هنا weekends, friends, you, the, do, at, your, visit. فهنا مثل ما قلت لكم راح تبدأ بفعل مساعد. ليش؟ لأنه بدأت بعلامة الاستفهام. فراح تقول do. do. do you. do you. Do you visit؟ بعد اليو الفاعل راح تستخدم الفعل الرئيسي، ثم المفعول به your friends، ثم ظرف المكان أو ظرف الزمان عفوا at the weekend. وممكن بها حل ثاني نقول، يعني هنا إذا تلاحظون اليو سويتها فاعل و your friends صارت مفعول به. الحل الثاني إنه ممكن أعملها بالعكس، يعني your friends تصير فاعل واليو تصير مفعول به، فتصير الجملة كالتالي: Do your friends visit you at the weekend. يعني بمكان ما كانت بالجملة الأولى كان السؤال أو معنى الجملة يقول له هل تزور أصدقائك في نهاية الأسبوع؟ وممكن يكون الحال هل أصدقائك يزوروك في نهاية الأسبوع؟ فهذا الفرق بين الجملتين، يعني ممكن بهالطريقة وممكن بهالطريقة، اثنيناتهم صح. زين التمرين اللي بعده مثل يعني مثل المرادفات، مثل التعاريف، يعني عندك مجموعة من طبعا هو بالكتاب يقول fill in this word tree، يعني هي مثل الكلمات المتقاطعة بالكتاب، عبارة عن مربعات صغيرة، يعني عدة مربعات صغيرة، والمفروض يعني حسب هاي الجمل أنت تكتب الكلمة الصحيحة، حسب هاي الجمل أو المعلومات اللي أنت كتبها انت لازم تلقي الكلمة الصحيحة وتكتبها بهاي المربعات مثل الكلمات المتقاطعة. اول تعريف يقول you go there every Friday.
شنو معناها؟ يقول له أنت تذهب هناك كل يوم جمعة. كل يوم جمعة نحن وين نروح؟ يعني الظهر مثلا، وين نروح الظهر يوم جمعة؟ أكيد راح نروح على الموسك، موسك اللي هو الجامع، موسك اللي هو الجامع. فيو جو ذير إيفري فرايداي معناتها الموسك، نحن نذهب إلى هناك كل يوم جمعة، أكيد راح يكون هو الجامع. اثنين، the past tense of go، الزمن الماضي من الفعل go، ما كلتنا نعرفه، اللي هي كلمة went، went. ثلاثة، يقول you can find، يستطيع أن تجد very old things here، تستطيع أن تجد أشياء قديمة جدا هنا. بأي مكان نلقي أشياء قديمة؟ طبعا هو الميوزيوم، المتحف. ميوزيوم اللي هو المتحف، دائما بينه المتحف شنو؟ متحف بينه أشياء كلها قديمة، ما قبل مئات وآلاف السنين. فيقول لي you can find very old things here، تستطيع أن تجد أشياء قديمة جدا، very old، أشياء قديمة جدا هنا. ويصب هنا ميوزيوم. أربعة، this animal، يقول هذا الحيوان is very fast، جدا سريع. أيما حيوان؟ هو تشيتا، الفهد، تشيتا. هنا مرادف يقول very very nice، جدا جدا حلو أو جدا جميل، هي كلمة lovely، lovely جدا جميل. ستة، you can ride on this animal، يقول تستطيع أن تركب، ride تمتطي أو تركب، on this animal على هذا الحيوان. أيما حيوان؟ اللي هو كلمة horse، كلمة horse اللي هو الحصان. هسه البعض يسأل يقول استاذ ليش ما نستخدم مثلا غير يعني غير حيوان، مثلا فيل elephant، او مثلا donkey العفو اللي هو الحمار، ليش استخدمنا horse؟ هنا مو كيفنا، لانه حسب هي الكلمات المتقاطعه، ايش قد ما تحل راح يطلع عندك حروف، فانت تصير محكوم بحروف معينه. فهنا مثلا عندك حرف الاج ظهر، اول حرف مثلا ظهر عندك حرف الاج، فما تقدر تكتب مثلا elephant لانه elephant تبدا بإي، أو مثلا عدد الحروف. هنا مثلا كلمة horse خمسة أحرف، ويعدي مثلا خمس مربعات من الكلمات المتقاطعة، ما أقدر أجيب مثلا كلمة أخرى مثل donkey مثلا بست حروف مثلا، فما يصير. فهي تعتمد على الحروف الظاهرة وتعتمد على عدد الحروف الكلمة نفسها. التمرين اللي بعده نفس التمرين اللي قبل شوية أخذناه، نفس موضوع ليش، موضوع الضمائر اللي هي المايم، ال hers، ال theirs، ال yours. فهذا راح أخليه عليكم لأنه قبل شوية نفس التمرين حلينا، والحل طبعا موجود أمامكم بالمناسبة، الحل دائما أخليه بالأسفل هذا الحل. فممكن أنتم بالبيت إيش تسوون؟ تغطي الحل، تغطيه بورقة وابدي حل، وأنت عندك الاختيارات يعني أربع كلمات وأربع فراغات، فحاول أنتم تحلون. ضبطت، حليت، كملت، بعدين شوف الجواب، اكشف الجواب وشوف نفسك هل انت ضبطت شغلك، لو كان عندك اخطاء حتى تختبر نفسك، تشيك نفسك. زين، طبعا الى هنا تنتهي التمارين مال الوحدة الاولى، الى هنا راح تنتهي تمارين او الاختبارات او ايش سميها مال الوحدة الاولى. هسه ايش راح اسوي؟ حتى يعني همين، حتى اللي عنده منهج جديد، اللي راح اسويه راح الغي هاي المشاركه وراح اطلع الملزمه الجديده ونشوف ايش اكو مثلا تمارين ما اخذناها هنا، او شنو مثلا يعني في الشغلات اللي ما اخذناها هنا، حتى شنو، حتى همين نحاول، حتى بنحاول نحله، خاف اكو شيء مهم وما ذكرنا، فنحاول نحله ان شاء الله حتى نكون رضينا الكل مثل ما نقول. اللي عنده منهج جديد واللي راح يستخدم المنهج القديم، فنحن بالحالتين نحن ضبطنا إن شاء الله شغلنا معاكم. فثواني بس صبركم علي ثواني حتى بس أطلع الصفحة ونبدي إن شاء الله. زين، بس راح ألغي المشاركة، مشارك لكم صورة أخرى مع الملزمة الجديدة حتى تشوفوا. شوفوا طلاب، بس هذه احنا بدينا بمنهج جديد، يعني هسه احنا حتى يعني الترقيم والصفحات والشادات كلها تعتمد على المنهج الجديد،
اللي توزع آخر شيء. فإذا تلاحظون شوفوا أول تمرين هنا قبل شوي حليتونه، قلت لكم هاي الجمل المبعثرة أو الكلمات اللي ترتيبها خاطئ ولازم نرتبها ترتيب صحيح، فهذا نفسه نصاً هسه حليناه. التمرين اللي بعده أيضا تصاريف الأفعال اللي أخذناه أول تمرين، شفتوا شلون كان قلله؟ شوفوا شلون كان بالمنهج القديم كان عدد الكلمات أكثر بكثير، وحتى الجدول تشوفوه قبل شوي شفناه. هناك نقلل العدد بنسبة كبيرة، قلل العدد بنسبة كبيرة. فأنا قلت لكم بالنسبة لهذا الموضوع أو هذا التمرين ما يضرك إذا حفظت أكثر، يعني أفضل أن تحفظون هذوك أكثر، لأنه بكل الأحوال أنت راح تستفاد من هذا. يعني هي مو شغلة مثلا موضوع ما داخل، لا، هاي شغلة أساسيات تعتبر، فادرسوا هذوك أفضل من ما تعتمدون فقط على عدد قليل من هاي اللي هي 11 واحد. هناك عدنا أكثر بكثير من 11. التمرين اللي بعده أيضا قلت لكم هذا التمرين مع ريتشارد اللي هو عبارة عن قطعة وبيه مجموعة من الفراغات، ذكرت لكم فقط الحل، هذا نفسه موجود. التمرين اللي وراء أيضا نفسه موجود مع الإسقاطات ومع الصفات، أيضا حليناه قبل شوية. فإذا تلاحظون يعني هذا بين لكم أنه هي نفس التمارين نفسها مكررة. زين، هذا التمرين أيضا exercise 1 page 10 نفسه مع ظروف ضمائر التملك، نفسه حليناه، نفسه بالضبط حليناه. هنا عندكم هاي التمرين جديد، هذا التمرين المنهج الجديد. هذا التمرين يعتمد على ايش؟ يعتمد على الصور. عندكم صور بالكتاب صفحة 11 بيج 11، الصورة اكو شرح، انت عن طريق الشرح يقول لك هذا بيش شنو اللي يحبه وشنو اللي ما يحبه وشنو كذا. فانت she is interested in، هاي كلمة in football هو هذا الحل اللي نحن كتبناه، و she likes cooking و she enjoys flying، هاي الفراغات هي الكلمات اللي انتم راح تجاوبون بيها بالكتاب، لانه هاي الكلمات اللي تحت خط هي بالكتاب عندكم عبارة عن فراغ، فانت لازم تكملها. شلون تكملها؟ حسب فهمك للسطرين الثلاثة بالصورة. اكو سطرين شرح تعبير لكل صورة، فانت عن طريق هذا التعبير او عن طريق هذا الشرح تعرف ان هم بيش مهتمين وهم شي يحبون، فهذا الحل امامك موجود مباشرة. زين، التمرين هذا ايضا موجود يعني بالمنهج الجديد. هذا شنو عبارة؟ يقول لك complete the sentences، اكمل الجمل with an adverb، مع يعني مع ظرف اللي هي ظروف التكرار اللي هي always والoften والusually والnever إلى آخره، and the verb in brackets، والفعل اللي بين قوسين. فأنا مباشرة حليت لكم السؤال، يعني مباشرة حليت السؤال، فالجمل راح يكون الحل مالتها كالتالي، يعني نفس هذه الكلمات اللي تحت خط هو الحل مالتك، always has، usually go، is always، often listen، never sleep، are usually. اللي يميز او النقطة المهمة اللي يركز عليها هنا انه صفات او العفو ضمائر او سوري ظروف التكرار اللي هي always والusually والsometimes والnever، هاي ظروف التكرار اهم فقرة نركز عليها انه هي تجي قبل الفعل الرئيسي، تجي ترتيبه بالجملة قبل الفعل الرئيسي، ولكن إذا كان اكو فعل مساعد بالجملة فهي يميتون بعد الفعل المساعد. وهذا اللي شفناه مثلا always has، الهاس فعل رئيسي هنا جت، always has فعل رئيسي، فايش؟ ف always جت قبله، go فعل رئيسي فاليوجوالي جت قبله، is فعل مساعد فجت الالويز بعده، ما يصير اقول he always is، لا اقول he is always. نفس الحالة مع آخر جملة are usually، ما usually are لأنه فعل مساعد ثم usually، فأهم فقرة تركزون عليها، أهم فقرة تركزون عليها أنه ظروف التكرار موقعهم قبل الفعل الرئيسي، قبل الفعل الرئيسي إذا وجد. وإذا كان عندك فعل مساعد مثل is و am و are مثلا هيك الشيء، فهنا لازم يكون يعني تسلسلهم أو وجودهم بعد الفعل المساعد، قبل الفعل الرئيسي، قبل الفعل الرئيسي بعد الفعل المساعد، هذا مكانهم، يعني بين الفعلين. إذا كان عندك مساعد ورئيسي فظروف التكرار تجي بيناتهم، ظروف التكرار تأتي بينهم. طبعا ما هذا كلمة sometimes، sometimes مثل ما قلنا ممكن تجي بالبداية ممكن تجي قبل الفعل الرئيسي.
لأن بيها مجال، ممكن تجي بداية الجملة، ممكن تجي قبل الفعل الرئيسي عادي. زين، هنا عندك حوار أيضا جديد، هذا ما موجود بالمنهج القديم. يقول read the conversation، اقرأ الحوار. What does عادل say؟ ما الذي يقوله عادل؟ Put a phrase A to G in its place. فهنا عندك مثل المطابقة، يعني عندك الفراغ، يعني شلون صايرة؟ حتى بس أوضح لكم الصورة، التمرين شلون صاير؟ التمرين صاير عبارة عن محاورة بين عادل وشخصية أخرى ما أتذكر إيش كان اسمه. فالشخصية الأخرى الرد مالته موجود، يعني كلامه موجود. أما الرد مال عادل ما موجود، فراغ. الرد مال عادل ما موجود، فراغ. ردود عادل هذه موجودة أمامكم، كن خلاها يعني بيمين الصفحة بداخل مربع. بس ايش ممكن خلاها بترتيب خاطئ، كخلاها ترتيب خاطئ يعني. فانت مهمتكم حسب المعنى، مهمتكم حسب المعنى انه شنو شو تسوون، انه تقرا ليش اسمه، تقرا كلام الشخصيه الاخرى وتشوف شنو الرد المناسب على كلامه، فتختاره من بين الخيارات اللي موجوده بالمربع اللي على اليمين. فهاي الفكره مالته. يعني مثلا اعطيك مثال، مثلا عمر، الحوار بين عمر وعادل. عمر اول ما بدا قال له العادل هاو اولد ار يو، كم عمرك؟ فانت لازم تدور على رد يكون بينه مثلا، يقول له مثلا انا عمري 15 وانا عمري 13، يقول له اي ام 13 years old. فتختار هذا الرد ك يعني جواب لسؤال عادل او جواب لسؤال عمر. مثلا سؤال ثاني بالمحاوره يقول له على سبيل المثال مثلا اين يعني مثلا اين تريد ان تذهب؟ فاكون من ضمن الردود، مثلا من ضمن الردود يقول انا اريد ان اذهب الى مثلا الى المول، فهذا الرد لازم يكون مناسب لهذا السؤال. فهي هاي الفكره من هذا الموضوع. فانت معدكم الردود امامكم وترتيب الصحيح امامكم ايضا. ففقط هذا طبعا تمرين للمناسبة، تمرين يستخدم بالصرف. التمرين هذا لازم يستخدم بالصرف. ليش؟ لان راح يصير محاوره بين مثلا بين ملاك وبين ساره، او بين علي وبين محمد، بين حسن وبين كذا، يعني بين طالبين يصير حوار. شخص يذكر حوار عادل وشخص يذكر حوار الثاني، الشخص الثاني، فواحد يرد على الثاني وهكذا. فعدكم الخيار الاول او النقطه الاولى الرد مالتها هي كلمه هلو باسم، الثانيه اللي هو الجواب مالتها اف اللي هي do you want to come to the mall، النقطه الثالثه الجواب مالتها بي What are you doing؟ النقطة الرابعة photographs of what؟ النقطة الخامسة اللي هو الجواب مالتها G Where do you get the photographs؟ النقطة السادسة الجواب مالتها A اللي هو do you have money؟ والنقطة السابعة الجواب مالتها C But why ruins؟ هذا هو الجواب مال هاي التمارين أو مال هذا التمرين. زين، هذا ايضا الاسئله نفس الموضوع او نفس القطعه مال منه، نفس القطعه مال عادل، مال هو اللي ذكرناه قبل شويه، مال عادل وزميله. فيقول لك look at the student book، انظر الى كتاب الطالب again، مره ثانيه answer the question، واجب عن هذه الاسئله. فالسؤال الاول يقول لك where does عادل want to go، اين يريد ان يذهب عادل؟ فالجواب he wants to go to the mall، يريد الذهاب الى المول. what does باسم want to do، ما الذي يريد ان يفعله باسم؟ فالجواب he wants to put some photographs in his scrap book، أريد أن يضع بعض الصور في دفتر الصور مالته أو في ألبوم الصور. where does he take the photos، أين يأخذ الصور أو من يعني وين يلتقط الصور؟ فيقول historical sites in Iraq، في مواقع sites مواقع historical تاريخية in Iraq في العراق. what does he take photo of، شنو يعني شنو الأشياء اللي يأخذ الصور؟ فيقول he takes pictures of ruins، يأخذ صور لإيش؟ لل يعني ruins اللي هي الآثار، ruins مثل الآثار، يأخذ صور لآثار. فهذا طبعا هاي القطعة بالمناسبة غير مطلوبة بالامتحان، يعني هي فقط للقراءة للتمرين للتحدث بالصف، بس كامتحان يعني بالشف بالتحريري هي ما مطلوبة، يعني فقط للقراءة لزيادة المعاني للتحدث للتكلم أوكي، بس كتحريري ما مطلوبة هاي القطعة. زين،
exercise C page 16 true or false صح وخطأ. طبعا أيضا عندنا بالكتاب الطالب أيضا عندكم تمرين معين وعندكم هاي الأسئلة، فهاي الأسئلة لازم نجاوب عليها سواء بصح أو خطأ، صح أو خطأ حسب ما مذكورة المعلومات. أيضا القطعة ما مطلوبة حسب ما مذكورة المعلومات بالكتاب. فقال لك مثلا الجملة الأولى يقول سنة spent all day with her family، سنة قضت اليوم كله مع عائلتها، فالجواب كان false. She went fishing in the afternoon، هي ذهبت للصيد في المساء أو يعني بعد الظهر، الجواب أيضا false خطأ. She didn't catch any fish، هي لم تلتقط أي سمكة، الجواب صح لم تلتقط أي سمكة. She likes taking picture of the sea، هي تحب التقاط صور البحر، الجواب خطأ. She went on a picnic، هي ذهبت في سفرة أو في نزهة، true. She played tennis in the park، هي لعبت تنس بالبارك بالمنتزه، فالجواب خطأ. وشي listened to some music، هي استمعت لبعض الموسيقى، فالجواب true صح. إذا هذا أيضا يعتمد أنه الطالب لازم يقرأ بالصف، يقرأ التمرين، وبعد عن هذا التمرين أو عن هذه القصة أو القطعة القصيرة راح يعرف يجاوب هاي الأسئلة. وطبعا أنا منطيكم الجواب مباشرة. هذا التمرين مكرر، هذا اللي شفناه، قلت لكم هاي الكلمات لازم تحفظون الإملاء مالتها. التمرين اللي بعده أيضا مكرر، لأن قلت لكم إنه هذا خلينا عليه كم أنتم تحلونه، وفقط قصيت انتهى الموضوع، وأيضا وصلنا لامتحان الوحدة الأولى. فكان هاي التمارين المطلوبة معاكم أو المطلوبة من عندكم ضمن الوحدة الأولى، ضمن الوحدة الأولى. فإلى الآن هسا طبعا خلصنا الدرس، فهنا طبعا أكيد راح تحضرون نفسكم على الامتحان، تحضرون نفسكم الامتحان. فالامتحان هل نسويه إلكتروني ولا نسويه يعني أبعث لكم أسئلة وتجاوبوها على ورقة، فأنتم شنو اللي تحبون؟ فس راح أفتح لكم المايك حتى أشوف أسمع آراءكم. مو بالهوسبني، مو بالهوسبني.